كتاب تقرأه ثلاث مرات أنفع من ثلاثة كتب تقرأ كل منها مرة واحدة. صور فاضحة لفنانة سورية تغضب السعوديين. فنانة شهيرة تخسر ابنها، وهذا ما حصل مع شام البكور في الطائرة. صورة مسربة لفنانة سورية من مكة المكرمة وصفها السعوديون بالمسيئة. فيديو لشام البكور أثناء عودتها إلى سوريا يتصدر. وفنانة شهيرة تخسر جنينها وتبكي الآلاف. والله فللت الدخلة لميس اداني بالبنية في وشي وقال لي يلا. تسببت المخرجة السورية لورين عيسى بجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً وصفها المتابعون بأنها مسيئة للسعودية وللإسلام. وظهرت لورين في الصور وهي مستلقية على أحد الجبال المطلة على المسجد الحرام في مكة المكرمة، مستخدمة بطانية ووسادة. الصور المنتشرة أثارت غضب السعوديين الذين اعتبروا أن تصرف لورين لا يليق بحرمة المكان، مطالبين الجهات المعنية بأخذ الإجراءات اللازمة. الزول اليوم ما في شغل، أنا اللي بشيله. على صعيد آخر، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفائزة بجائزة تحدي القراءة العربي شام البكور في الطائرة أثناء عودتها إلى سوريا من دبي حاملة اللقب. وبدت شام في الفيديو وقد احتضنها ربان الطائرة معبرا عن فخره بها ومشيرا إلى أن سوريا جميعها فخورة بها. ونشر الإعلامي السوري مصطفى الآغا مقطع فيديو على حسابه عبر تويتر وأرفقه بالتعليق التالي: هذه الفراشة زرعت الفرح والأمل في قلوب السوريين بعد تتويجها بلقب تحدي القراءة العربي 2022، وهذا ما حدث معها في طائرة أجنحة الشام التي عادت بشام البكور إلى بلادها. اللهم لك الحمد فطلت، توجت لقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى البطل العربي. في سياق منفصل، فقدت الفنانة المصرية رنا سماحة طفلها بعد سلسلة معاناة في الأشهر الأولى من حملها الثاني، حيث نشر زوجها الملحن سامر أبو طالب صورة لرنا وطلب من جمهورها الدعاء لها. بدورها كشفت رنا سماحة أنها فقدت جنينها إثر تعرضها لوعكة صحية نقلت بسببها إلى المستشفى، وقالت: البداية من 3 شهور حمل في الشهر الأول مصاحب بنزيف حاد، إجهاض واضح وصريح، وبعد أسبوع وبعد الكشف والسونار البيبي موجود والنزيف مستمر، وعد الشهر الثاني وبدأنا الشهر الثالث وفجأة نزيف وتعب من الساعة 3 الفجر للتاسعة الصبح بصرخ. لا حد يأكد ليها مش سمع كويس. وتابعت: الساعة 8 مساء بعد الكشف والسونار قالوا لي الطفل متوفي في بطنك ولازم نعمل عملية حالاً. قلت لهم طيب نستنى للصبح، قالوا مستحيل ممكن يحصل لك تسمم. طب أروح البيت؟ لا هنطلع حالاً على المستشفى، وتمت العملية الحمد لله. وختمت: 3 شهور من التعب المتواصل والله الحمد، تجربة من أصعب التجارب، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، شكراً لكل اللي سأل علي وحاول يكلمني وبعتذر عن عدم الرد، تعبانة أوي سامحوني، وشكراً على كم الحب ده، كتر ألف خيركم والله.